بالمناسبة سألتهم على أفريقيا ولا وجدت الإجابة المناسبة. قلت لهم من تتوقعون أن يكون صاحب الحظوة في البطولة؟ محمد أبو تريكة قال إحنا متعودين في مصر على البطولة. كابتن حاتم طلب قلت كان له رأي آخر. بس عشان فيس خشب ما نخرجش من الدور الأول. أنت إيش تقول؟ بالمناسبة كلاهما توج باللقب. صحيح. 2004 حاتم. والكابتن تريكة بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. كم بطولة كابتن؟ أنا 2006 2008. 6-8. ما شاء الله. وعشرة. وعشرة كان مصاب أعتقد صح؟ كنت مصاب. بس صحيح. بركة في الشباب ما شاء الله. سؤال من الأفضل في المنتخبات العربية الأربعة برأيك؟ المغرب. أفضل من مصر؟ حاليا في أفريقيا المغرب سيمي فاينل كأس العالم. صح ولا لا؟ تصرف معي يا كابتن. لا عادي عادي ده رأيه. تصرف معي. أنا راجل ديمقراطي. يا بعد الهواء طيب. بعد الهواء يا كابتن. تحت الهواء. بعد الهواء تحت الهواء لك علم.